الو، ايوه يا رشا، طمنيني، طرقه عامل ايه دلوقتي يا حبيبي؟ ولا حاجه يا طنط، والله تعبان قوي وسخن ولع نار. ياه، ايه اللي حصل يا بنتي؟ ما كان زي الفل من ساعتين ومكلمني. ما تقفلي يا طنط، اطلب الدكتور يجيله. للدرجه دي؟ لا دكتور ايه، استني انا جايه. بقولك يا رشا، هو كل ايه؟ اكلتيه ايه من عندك؟ اكيد جاله تسمم يا طنط طالما عنده حراره كده. يا خبر، تسمم من ايه؟ انت ما بتغطيش الاكل قبل ما بتدخليه الثلاجه؟ انا ما بطبخش في البيت خالص يا طنط. اكيد جاله تسمم يا طنط من الاكل اللي كاله امبارح في الشغل مع اصحابه. يا ساتر يا رب، وانت ليه خليتيه يفطر مع اصحابه مش طبخه؟ طبعا كالعاده الولد طفشان. طفشان ازاي يا طنط؟ ده كان خارج مع اصحابه، قال لي انا خارج افطر مع زمايلي بتوع الشغل. اه بس من امبارح للنهارده التسمم ما يجيش بعدها ب 40 ساعه كده. كل حاجه عندك تلاقيكي سايبه حاجه مكشوفه على الرخامه، ولا ما غطيتيش؟ انت بتغطي الاكل قبل ما تدخليه الثلاجه، ولا بتدخليه كده مكشوف؟ انا ما بطبخش اصلا يا طنط، وحضرتك عارفه. ايوه ما انا عارفه ان انت منيله وما بتطبخيش، انا عارفه. انما يعني حته جبنه، شقه بطيخ، حاجه من دي لازم تغلفيها كده وتدخليها. سايباها دبانه وقفت عليها، الولد كلها يا حبيبي وتعب. هو ما كانش حاجه خالص امبارح يا طنط في البيت. امال ايه، نفسه قرفانه كده من حياته ليه؟ من غير سبب قرفان من عيشته كده وعنده حاله تسمم من غير سبب؟ والله يا طنط رجع امبارح بعد الفطار تعبان قوي، قال لي غطيني انا تعبان قوي، قعدت اعمل له حاجات سخنه يشربها، وصحي النهارده تعبان جدا. وعملتي له ايه النهارده؟ ده امبارح وخلصنا، النهارده شايفاكي مقطعه الفيس، قاعده هزار وهري واغاني وتشيري حاجات ومسلسلات. فراخ مسلوقه وشوربه خضار يا طنط. وحطيتي ليمون كتير؟ ما بحطتلوش ليمون. لا ما ينفعش، ما ينفعش، ما تحطيش ليمون، الليمون بيموت الميكروبة يا طنط. ميكروبة ايه اللي يموتها؟ بحطت له الليمون، احطه له على الجنب في الصينية. على الجنب؟ لا تعملي له الطبق. والشوربة عملتيها ايه؟ بالمية طبعا، ولا سلقتي فرخة وخدتي شوربتها؟ قولي الحق. ايوه طبعا يا طنط، فسلقت الفرخة وحطيت شوربتها. امتى سلقتي الفرخة؟ ده انت قاعدة مع الفيس بقالك ساعة الا ربع. فرخة ايه اللي لحقتي غسلتيها وسلقتيها وعملتي؟ انت بتكدبي على فكرة. هسلقها دلوقتي. اه هتسلقيها دلوقتي، قولي كده من الاول. هعمل الشوربه حالا. روحي اعملي له كوبايه نعناع، مجهزه كيس. كيس ايه؟ المجمد برضو مش كده؟ ايوه يا طنط، امال هعمل ايه؟ طنط ما تنططك، انا مش قلتلك المجمدات دي ما تدخلش بيت ابني خالص؟ ما عنديش خضار في التلاجة يا طنط، اعمل ايه؟ حضرتك تبعتيلي من عندك؟ هبعتلك، بس بكرة الصبح تنزلي السوق عادي تجيبي الخضار بتاعك وتنضفيه وتقطعيه وتفرزيه، صعبة دي؟ خلاص حضرتك بعتيلي عم حسين بالحاجة كلها متقطعة وانا احطها على طول في الشوربة. اه يا حبيبتي بتتعبي، تحطيها بعد، تحطي عم حسين في الشوربة هتموتيني. قومي اعملي له كوباية نعناع دافي كده بمعلقة عسل ابيض، واقفلي الهباب الفيس ده واقعدي جنب جوزك. يا طنط هو صايم ما فطرش، مش راضي يفطر. يعني هو فطر ولا مش صايم اصلا؟ مش قادر يا طنط، ملوش نفس، نفسه غم عليه. نفسه غم عليه؟ تعبان يا حبيبي، تعبان يا نني عين امك، بطنه تعبانه مش مستحمله. قومي اعملي له كوبايه نعناع وسيبي الهباب الفيسبوك اللي انت قاعده هاريه نفسك عليه ده، قومي اقعدي جنب جوزك يلا. ده انا بقالي ساعتين يا طنط مش على الفيسبوك اصلا. اذا كنت انا شايفاكي اونلاين وعامله نفسك عبيطه وعامله نفسك اوفلاين. يمكن فتحته كده بالصدفه يا طنط اشوف حاجه في النوتيفيكيشن. اقفليه خالص خالص تماما، وروح اقعدي جنب جوزك. شوفي اعملي له قربة مية سخنة، ولا اعملي له حاجة دافية كده يشربها. سايباه وقاعدة بره في اخر الدنيا والولد بيناديها من اخر الدنيا. طنط طروقة بيقول لحضرتك ممكن تعملي له شوربة وفراخ. يا حبيبي اعمل له من عينيا. وانت هتعملي ايه؟ هتقعدي على النوتيفيكيشنز؟ لا يا طنط مش هقعد على النوتيفيكيشن، انا هقعد جنبه في السرير يا طنط. قعدوا على قلبك ساعة. طيب يا حبيبي الطنط هبعت لكم الشوربة، اديني ربع ساعة بس. ممكن يا طنط بعد اذنك اطلب منك طلب؟ امور يا حبيبتي. ممكن تبعتي لي حاجه حلوه كمان من عند حضرتك؟ صبرني يا رب.